مشكله عصر. والا مش هنخلص من كتر الناس بتاخد ادويه ترفع الضغط وحاجات زي كده. تشرب سوائل كتير تاخد بالها ما تبقاش في الحر مثلا ماشيه في الحر وعرقانه ومش عارف ايه وعامله مجهود وما شربتش سوائل، ممكن الواحد يحس بارهاق ودوخ خصوصا لو ضغطها واطي زي ما قال الدكتور احمد هينزل شويه كمان. ففي حاجات بسيطه ممكن الواحد يعملها. هنوصل للحاجات البسيطه. كنت عايز اللي انا عايز اضيفه بالنسبه للسيده دي ان الكورتيزون ليس احد ادويه علاج الضغط المنخفض. لان الكورتيزون ليه مدار اخرى على حاجات تانية كتير. مظبوط. فاذا لم يكن له داعي لعلاج الحاجات اللي بتتعالج بالكورتيزون هو ده مش ما هوش دواء يرفع الضغط. عندنا ادويه تانية ترفع الضغط اذا كنا محتاجين نرفعه، الكورتيزون ليس احدها. دكتور هو الجبنه الحادقه ترفع الضغط؟ والملح بصفه عامه اي حاجه حادقه او ملح يرفع الضغط. يعني انا النهارده عندي ضغط واطي وحاسس بارهاق ودوخه، اسيف شويه ملح؟ ما ننصحش، ننصح بالسوائل. السوائل يعني ايه؟ السوائل ميه. ادوب ملح في ميه؟ ميه 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 بس؟ مياه غازيه خفيفه زي البيضه مش السوداء. الحاجه الحادقه طبعا لو كان حاجه هيرفع إيه ضغط شويه. طبيعه الحادق يعني انما انا بلاميدي مثلا؟ احنا ما بننصحش يعني ما بننصحش الواحد. لكن انت بتقول تشرب حاجه صودا بس بيضه. وسوائل كتير ميه حتى ميه ميه, مية سائل. الواطي تشرب له ميه؟ ميه هيرفع لازم سوائل كتيره في الجسم. لان لو انا ضغطي 90 على 60 وجسمي بيشف بالسوائل هيبقى بدل 60 يبقى 80 على 50. ال 10 دول ممكن مية ياثروا معايا عشان انا يعني ضغطي يا دوبك على الحروق. فالميه كتير وسوائل كتير وبينصح في كل احوال الميه مهمه جدا طبعا في هذا السياق يعني تمام العرق شوس.